السلام عليكم، أنا زميلتكم خديجة فيصل طالبة تحاليل طبية، واليوم إن شاء الله رح أبلش بشرح مادة الكلينيكال 2. رح نبلش بشابتر الديابيتس. كربوهيدرات ميتابوليزم. جلوكوز is the major energy substrate. هذا الشيء كتير مهم نعرفه، أن الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة بالجسم. منين ناخذ هذا الجلوكوز أو شو مصادر الجلوكوز؟ dietary carbohydrate من الغذاء، and endogenous اللي هي ذاتية، يعني بيصنعها الجسم ذاتيا عن طريق خلايا الليفر الهيباتيك بعملية اسمها الجلايكوجينولايسيس اللي هي تحليل الجلايكوجين لنطلع الجلوكوز. الجلايكوجين هو جلوكوز مخزن بالليفر. and gluconeogenesis اللي هو تصنيع الجلوكوز من مصادر غير كربونية مثل اللاكتيت والجلايسيرول وبعض الأمينو أسيد أو أغلبهم. blood glucose concentration تركيز الجلوكوز بالدم بيعتمد على نسبة تدفق الجلوكوز للدم واستهلاك خلايا الجسم لهذا الجلوكوز. النورمال للبلد جلوكوز لازم يكون ما ينزل تحت 70 ميلي جرام بير ديسيليتر أو يرتفع فوق 180 ميلي جرام بير ديسيليتر. طيب The importance of extracellular glucose concentrations. شو أهمية الجلوكوز الموجود خارج الخلايا؟ Brain cells خلايا الدماغ are very dependent on the extracellular glucose concentration for their energy supply. يعني خلايا الدماغ بتعتمد اعتماد رئيسي على الجلوكوز الموجود بالإكستراسيلولر للدعم الطاقة لخلايا الدماغ. يعني خلايا الدماغ بتاخذ الطاقة من الجلوكوز الموجود هون بالإكستراسيلولر. بحالة الهايبوغلايسيميا بصير impair the cerebral function، بصير خلل بوظيفة الدماغ. ليش طيب؟ لأنه خلايا الدماغ البرين سيلز cannot store glucose in significant amounts، ما بتقدر تخزن الجلوكوز، cannot synthesize glucose، ما بتقدر كمان تصنع الجلوكوز، cannot metabolize substrates other than glucose and ketones. هاي الكيتونز هون موقعها غلط، اليوم أنا سألت دكتور عمار وقال لي إنه هي مكتوبة غلط يعني فمسحوها. كمان إنه خلايا الدماغ ما بتقدر تعمل ميتوبولايز لسبستريت غير الجلوكوز، فإنه في حالة الهايبوغلايسيميا ما في جلوكوز كيف بدها تاخد إنيرجي. بلازما كيتون بادز، نحكي شوي عن الكيتون بادز. الكيتون بادز هي ويست برودكت أوف فاتي أسيدز، يعني هي ناتج نهائي من الفاتي أسيدز، من الميتابولايز للفاتي أسيدز. هلأ الفاتي أسيدز إمتى بصير له ميتابولايز أو تحطيم؟ بحالة الصيام الطويل أو بحالة المجاعة لا سمح الله، أو بحالة اللي بيلعبوا رياضة كتير بشكل مكثف، بصير تحطيم للفاتي أسيدز عن طريق الكبد. فلما بيتحطم الفاتي أسيدز بيخرج عندي الكيتون بادز. هاي الكيتون بادز مين بيلتقطها؟ أنسجة خارج الكبد بتاخدها بتعمل عليها تغيرات بتدخلها للكريبس سايكل. هون بتدخل الكريبس سايكل لإنتاج طاقة بيحتاجها الجسم. يعني الكيتون بادز بتخرج بحالة الهايبوغلايسيميا لما ينخفض الجلوكوز بالدم، الجسم بصير بده طاقة، هاي الطاقة بيجيبها من تحطيم الفاتي أسيدز. فالفاتي أسيدز بتطلع لي الكيتون بادز، الكيتون بادز بيدخل على كريبس سايكل مشان ياخد الطاقة اللي بيحتاجها. بتكون نسبة الكيتون بادز very low. وشو كمان؟ وبس. cannot extract enough glucose from the extracellular fluid at low concentrations for their metabolic needs. يعني البرين سيلز هدول ما بيقدروا ياخدوا الجلوكوز من الاكستراسيلولر بحالة الجلوكوز تركيزه منخفض. كمان نعرف انه الجلوكوز ما بيدخل للبرين سيلز عن طريق الانسولين، لا بيدخل دايركتلي، ما بيحتاج للانسولين. الكبد هو the most important organ maintaining a constant energy supply. هو العضو الرئيسي المهم لأنه يحافظ لي على مستوى الطاقة بالجسم، مثل البرين under a wide variety of conditions، تحت تأثيرات أو conditions معينة مختلفة.
طيب هلا تنظيم الجلوكوز بالدم بيعتمد على عدة أنشطة لبعض الهرمونات. نعرف شو هاي الهرمونات. أول الهرمونات ومن أهمهم اللي هو الأنسولين. الأنسولين بينفرز من البيتا سيل بنكرياس في حال ارتفاع الجلوكوز بالدم. الجلوكاجون عكس نشاطه عكس الأنسولين في حال انخفاض الجلوكوز بالدم بينفرز من الألفا سيل. والكورتيزول والكيتوكول أمايز والجروث هرمون هلأ رح نعرفهم كمان بالتفصيل شو بيعملوا. هاي الرسمة هون بيشرح لي الأكشنز أوف أنسولين، نشاط الأنسولين شو بيعمل الأنسولين. هلأ الأنسولين بيعمل عدة عمليات، في منهم بيعمل لهم جو يعني بيحفزهم، وفي منهم بيعمل لهم انهيبيشن ستوبينج. العمليات اللي بيعمل لهم تحفيز الجلوكوز أبتيك إن مصل عند أديبوس تيشو، بيخلي الجلوكوز يدخل على المصل والأديبوس تيشو، بيعمل الجلايكولايسز اللي هي عملية تحطيم الجلوكوز لتطلع لي الـ ATP والـ CO2 والـ H2O. أنا الخلايا هون بتهمني الـ ATP إنها تاخد طاقتها. الجلايكوجين سينثيسز بيحفز تصنيع الجلايكوجين بالليفر، بروتين سينثيسز بيحفز تصنيع البروتين، وابتيك اوف ايونز بيحفز اخذ الايونز خاصه البوتاسيوم والبي او اللي هو الفوسفات. كمان بالمقابل بيعمل ستوبينج لبعض العمليات، حكينا منهم الجلوكونيوجينيسز. هلا انا جلوكوز عندي عالي بالجسم بالدم، فليش اعمل جلوكونيوجينيسز اللي هو تصنيع السكر، تصنيع الجلوكوز من خلايا من مصادر غير كربونية. فأنا عندي جلوكوز ما بحتاج لهي العملية، ما بحتاج كمان أعمل جلوكوجينولايسز، ما بحتاج أحطم الجلايكوجين مشان أطلع الجلوكوز، ما أنا عندي جلوكوز أصلاً. اللايبولايسز نفس الشيء، مثل لما حكينا عن الفاتي أسيدز إنه بتطلع لي كيتون بدز، والكيتون بدز بتدخل يعني بشكل قليل بعملية إنتاج الطاقة للجسم ببعض الحالات لنا. كمان بتعمل ستوبينج للكيتوجينيسز، بتعمل ستوبينج للبروتيولايسز لتحطيم البروتينات. البروتينات هلا بدنا نعرف انه ليش تعمل ستوبينج لإلها، اللي هي البروتين لما بيتحطم بيخرج الامينو اسيدز، والامينو اسيدز هذا بيدخل بعمليه تصنيع اللوكونيوجينيسز اللي هي تصنيع السكر من خلايا كربونيه. هلا بتمر معنا رسمه بتوضح اكثر شيء. هاي الرسمة بتوضح لي إنه الأنسولين لما بيجي على الريسبترز الخاصة له اللي موجود على سطح الخلايا وكيف بيشتغل آلية عمله. هلأ هون اللي بدنا نعرفه إنه هون هاي الإكسترا سيلولر، منطقة الإكسترا سيلولر، هون السيل ممبرين، هون الإنترا سيلولر. هلأ على السيل ممبرين موجود عندي الريسبترز الخاص للأنسولين. الريسبترز هون مكون من 2 سب يونت، الألفا سب يونت والبيتا سب يونت. ما كتير بهمني بالضبط يعني كيف، بس انه بشكل عام لازم نعرف شو. هلأ اجه الانسولين بحالة ارتفاع الجلوكوز بالدم، ارتبط على البايندينج سايت الخاص له، حفز بعض الشغلات بالبيتا سب يونت اللي هما منهم التايروسين كاينيز اللي بيعمله هون مكتوب شو بيعمل. تايروسين فوسفوريليشن، بيعمل فوسفوريليشن، بحفز البروتينات او بيعطي اشارات للبروتينات موجوده داخل الخلايا، بتعمل عمليات الجلايكوجين، الفات سينثيسز، البروتين، الجروث. بس امتى هذول بتعملهم؟ بعد ما انه يفوت الجلوكوز. طيب كيف بفوت؟ حكينا الانسولين بيرتبط على البايندينج سايت، لما ارتبط الانسولين على البايندينج سايت بيعطي اشاره للخليه من جوا انه صنعي لي جلوكوز ترانسبورتر. هذا الجلوكوز ترانسبورتر مثل الشاطر بيروح على السيل ممبرين، بيلتقي جزيئات الجلوكوز وبيدخلهم على الانترا سيلولر، وهيك صار تمام ودخل الجلوكوز على الخليه. طيب بنيجي على هاي الرسمه بتوضح لي جلوكوز برودكشن، مكان انتاج الجلوكوز ومكان استهلاك الجلوكوز. نبلش بمكان استهلاك الجلوكوز. اول شيء اهم عضو يعني من الاعضاء طبعا الهامه من جسم البرين. البرين بياخذ الجلوكوز، بيعمل له جلايكولايسز، بيحطمه ل CO2 H2O وال ATP. ال ATP اللي هو اهم شيء للبرين انه ياخذ منه طاقه. خلينا نحط القلم. تمام. هون CO2 زائد ATP والH2O ما بتهمني. كمان الRBCs والWBCs بياخدوا الجلوكوز، كمان هون بصير عملية الجلايكولايسز نفس الشيء.
بيطلع لي H2O CO2 والATP اللي هي مهمة بتكوين الRBCs. المسلز نفس الشيء بياخد الجلوكوز بيعمل له glycolysis. طيب هون خلصنا consumption استهلاكنا الجلوكوز. هلأ كيف بيصير عملية تصنيع الجلوكوز؟ حكينا واحد من مصادره اللي هي الخارجية الدياتري عن طريق التغذية، الثاني اللي هو الجلايكوجين عن طريق الجلايكوجينيلايسيز اللي هي تحطيم الجلايكوجين وتحويله للجلوكوز، المصدر الثالث اللي هو الجلوكونيوجينيسيز، هون عملية الجلوكونيو لا تنتبه على الخط كتير، الجلوكونيوجينيسيز تمام خطأ طلعت حتى الكلمة. المهم فإنه هدول المصادر الغير كربونية كيف بيجوا؟ طيب هدول بيجوا من كمان من خلال المسلز. هون هلأ البروتين نعرف إنه موجود مركز بالمسل، فعملية البروتولايسز هاي بتحطيم البروتين بطلع لي أمينو أسيدز، كمان بيطلع عندي بايروفيت ولاكتيت، كمان البايروفيت واللاكتيت ناتج نهائي من الأمينو أسيد يعني هيك تمام. هون بروتينز. طيب كمان من الجلايسيرول، الجلايسيرول هاد ناتج من الفات سيلز اللي هم الليبيدز، يعني كمان من عملية تحطيم الليبيدز اللي هي اللايبولايسيز، هدول كلهم بيدخلوا بتصنيع الجلوكوز عن طريق الجلوكونيوجينيسيز تمام. هلأ هون هون بيعرف لي شو هو الجلايكوجينيسيز، الجلايكوجينولايسيز. الجلايكوجينيسيز حكينا إنه هو عملية تصنيع الجلايكوجين من الجلوكوز اللي هي بالليفر وبالمسل، أكتر شيء بالليفر طبعاً. الجلايكوجينولايسيز اللي هي عملية تحطيم الجلايكوجين للجلوكوز. الجلوكونيوجينيسيز عملية تصنيع السكر من مصادر غير كربونية. الجلايكولايسيز تحطيم الجلوكوز لـ CO2 H2O والـ ATP اللي بيهمني للخلايا أصلاً للطاقة هو إنرجي. بحكي لي هون شو يعني رينال ثريشولد اللي هو البروكسيمال كونفوليوتد تبيول، هذا موجود بالكيدني. كمان هلأ رح نعرف شو دخلوا وليش حطنا إياه هون الدكتور بالشابتر. طيب نكمل. هلأ هاي الرسمة بتوضح لي أكتر، بتشرح لي آلية الهرمونات اللي بيدخلوا بالبلد جلوكوز بعملية تنظيم الجلوكوز بالجسم. هلأ أنا حاولت أضلل الأسهم اللي بيحكي لي إنهم stimulates هدول لأنه مو واضح، هون حكي لي إنه هو اللي منقط inhibits بس هون مو واضح. المهم هلأ بنيجي على البنكرياتيك آيسلت اللي هي البنكرياس، خلايا البنكرياس. خلايا البنكرياس اللي هما الجاما والألفا والبيتا. الجاما بتفرز السوماتوستاتين، البيتا بتفرز الأنسولين، والألفا بتفرز الجلوكاجون. خلينا نبلش بالأنسولين. إمتى بينفرز الأنسولين؟ حكينا بينفرز لما بتكون الجلوكوز نسبته عالية بالدم. طيب انفرز الأنسولين، هذا الأنسولين شو رح يعمل؟ استيميوليتس الجلوكوز أبتيك، وبيعمل كمان للجلايكولايسز بالمسل، كمان بيعمل الجلوكوز أبتيك بياخده بيسهل عملية دخول الجلوكوز للخلايا، وبيعمل لايبوجينيسز بالأديبوستي شو هذا عرفنا. طيب لما بينفرز الجلوكاجون، الجلوكاجون شو رح يعمل؟ رح يعمل استيميوليت للجلايكوجينيلايسز، هون هذا السهم وهذا السهم وهذا السهم بس للجلايكوجينيلايسز مو لهاد. الجلوكاجون بيحطم الجلايكوجين ليطلع لي الجلوكوز. طيب الجلوكاجون حكينا كمان بينفرز من الألفا سيل لما بصير في انخفاض بالجلوكوز، فأنا بدي أرفع الجلوكوز بالبلد عن طريق عملية الجلايكوجينولايسز اللي هي بالليفر، وكمان عندي الإبينفرين اللي هو الأدرينالين كمان بيساهم بعملية الإفراز الجلوكاجون من الألفا سيل بنكرياس، وكمان بيساهم بعملية الجلايكوجينولايسز. بنفس الوقت الإبينفرين هاد بيعمل تثبيط للجلوكونيوجينيسز اللي هي تصنيع السكر، الجلوكونيوجينيسز تصنيع السكر من خلايا، مفروض هاي تكون ستيمولاتس تصنيع السكر من مصادر غير كربونية.
طيب، والكورتيزول والجروث هرمون، الجروث هرمون اللي بينفرز من الانتيريور بيتوتري جلاند، كمان بيعمل استيمولات الجلايكوجينولايسز. لا عفوا، انا حكيت انه هون استيمولات، لا صح، لازم يكون هون انهيبيشن. الابينفرين بيعمل انهيبيشن للجلوكونيوجينيسز، يعني تصنيع سكر من مصادر غير كربونية. طيب هلأ بدنا نيجي على الشيء المهم وأهم شيء بالشابتر واللي ركز عليه الدكتور واللي بهمنا أصلاً، disorders of glucose hemostasis، الأمراض اللي بتصير نتيجة الجلوكوز أو ارتفاع أو انخفاض. وهلأ رح نشوف the major disorders of glucose hemostasis diabetes mellitus. شو هو diabetes mellitus أو بشو يوصف؟ بالجلوكوز intolerance، اللي هو عدم قدرة الجسم على عمل metabolize للجلوكوز. كمان نتيجة لهذا الشيء ما بيقدر الجسم يعمل متابولايز للجلوكوز، بصير في شيء عندي اسمه الهايبرغلايسيميا، اللي هي ارتفاع السكر بالدم. other various conditions، بشغلات او بكونديشن اخر بصير كمان باثولوجيكال لو بلد جلوكوز كونسنتريشن، بشيء اسمه مصطلح الهايبوغلايسيميا، اللي هو انخفاض السكر بالدم. طيب شو الهايبرغلايسيميا؟ الهايبرغلايسيميا هو ارتفاع السكر بالدم بالبلازما. هلا بالهيلثي بيشنتس، خلال لما بيرتفع السكر بالدم لازم انه الانسولين ينفرز، حكينا من خلايا البنكرياس اللي هما البيتا سيلز. انسولين انهانسز ممبرين بيرميبيليتي، بيساعد او بيحفز على البيرميبيليتي تبع السيلز بالليفر والمصل والأديبوس تيشو ليدخل الجلوكوز. كمان بيحول الجلوكوز بيدخل بالميتابوليك باثويز للجلوكوز. الهايبرغلايسيميا او ارتفاع السكر بالدم بينتج عن الامبالانس اوف هرمونز، اللي هو عدم التوازن بهرمونات المنظمة للسكر. الدايبيتس ميليتس هو مجموعة من الأمراض بيوصف بالهايبرغلايسيميا نتيجة ديفكت، في عندي ديفكت بالإنسولين سكريشن، بإفراز الإنسولين أو بالإنسولين أكشن أو بالاثنين. هلأ رح نفصل بالضبط لقدام شوي. هلأ هاي الرسمة بتوضح لي الريجوليشن أوف بلد جلوكوز ليفلز، هون النورمال الفاستنج ليفل، هون لما بيكون هايبرغلايسيميا، هون هايبوغلايسيميا. بحالة النورمال يعني لحد تقريبا خلينا نحكي 110، فوق 110 يعني الجسم هون بياخد حاجته من الجلوكوز، فبصير يحول بيتحفز الانسولين، تمام، فبصير يحول الجلوكوز للجلايكوجين عن طريق الجلايكوجينيسيز عفوا. هلا تحت ال 60 خلينا نحكي بصير عندي شيء اسمه الهايبوغلايسيميا، هون بيتحفز الجلوكاجون، بصير الجسم بده جلوكوز، فبصير يعمل جلايكوجينيسيز، بحطم الجلايكوجين ليطلع الجلوكوز. هون بيحكي لي types of diabetes، اللي هي حكينا انه هو مجموعة من الامراض او مجموعة من الانواع. عندنا type 1 type 2 gestational diabetes اللي هو بيتعلق بالبريجنانسي، والother types latent autoimmune diabetes بالadult، maturity onset diabetes of youth والsecondary diabetes mellitus. هالآن بحكي لي إنه شو ال long term effects للديابيتس على المدى الطويل، شو بيعمل مرض السكري؟ بيعمل progressive development of the specific complications، الريتينوباثي بيأثر على الشبكية، ممكن إنه يعمل blindness، عمى، على النفروباثي اللي هي بيأثر على الكدني فممكن يؤدي للرينال فيلر، بيأثر على النيوروباثي، ممكن كمان يعمل foot ulcers اللي هو تقرحات القدمين، الامبوتيشن، charcot joints اللي هي مرض بالمفاصل، and features of autonomic dysfunction اللي هي العجز اللا إرادي مثل sexual dysfunction. هدول كلهم هلأ يعني هون البلدنس هو secondary effect، renal failure secondary effect، يعني نتيجة انه الديابيتس صار له فترة طويلة بيعمل هذا الشيء.
people with diabetes are at increased risk of cardiovascular, كمان بيزيد خطورتهم للتعرض للcardiovascular disease والperipheral vascular والcerebrovascular disease. هون بقارن لي بين type 1 diabetes mellitus type 2. type 1 سببه الرئيسي انه الانسولين deficiency، ما في عندي انسولين، فهو type 1 insulin dependent DM. بنضطر انه نعطي هون المريض انسولين اللي هو بيعتمد على الانسولين، اختصاره IDDM، يعني insulin dependent diabetes mellitus. كمان وين بصير؟ بالجوفينايل اونست، يعني بصير فجأة بالاطفال الchildhood والتين ايجر والمراهقين. هلأ التايب 2 شو بيختلف؟ هون بيكون سببين بيشتركوا مع بعض. الانسولين ريزيستنس بتكون يعني في مقاومة للانسولين. كيف يعني؟ يعني هلأ مو حكينا انه الانسولين بيجي على سطح الخلية وسطح الخلية بيكون عليها ريسبترز للانسولين، هدول الريسبترز بيكونوا اقل حساسية للسنسيتيفيتي للانسولين. كمان بنفس الوقت بيكون في ديفيشنسي بالانسولين، بس هون ما بيعتمد على الانسولين، ما في داعي نعطي المريض انسولين. هو تايب 2 نون انسولين ديبندنت دي ام، بيختلف بال ni هنا IDD. المهم بيكون شائع اكثر بالادلت اونست عند الكبار. طيب النوع الثالث حكينا الجستيشنال اللي هو بيخص البرجنانسي. ببعض الحالات بأثناء الحمل عند المرأة بصير في عندها سكري حمل، نحكي له بالعامية سكري حمل، عادة انه هذا بيختفي بعد الولادة او بعد ما تخلص حمل وصير ولادة. النوع الرابع السكندري، ما كتير بنركز عليه الدكتور. هاد الإيتولوجي، هلا بدنا نشوف شو اسباب او شو علم الامراض للتايب 1. علم اسباب الامراض، الإيتولوجي بمعنى علم اسباب الامراض. اول سبب اللي هو الاوتو اميون ديزيز، الامراض المناعيه. ايش كيف يعني الاوتو اميون ديزيز؟ هلا مو حكينا الانسولين بينفرز من البيتا سيل بنكرياس، بيصير في عندي antibodies auto antibodies بتحطم البيتا سيل هاي. selective destruction of beta cells by T cells، تتحطم هاي البيتا سيلز عن طريق T cells لأسباب معينة. several circulating antibodies against beta cell، بصير في antibodies ضد البيتا سيلز هاي اللي بتفرز الانسولين، فبتبطل تفرز انسولين، فبيكون في نقص كامل او مو كامل، يعني بيكون في كتير نقص بالانسولين. cause of autoimmune attack unknown، لحد الان يعني شو السبب الرئيسي لهذا الاوتوميون غير معروف. both الجينيتك والانفايرومنتال فاكتورز ار امبورتنت، يعني العامل الوراثي والعامل البيئي مهمين بالتايب 1. هلا رح نشوف كيف. هون بيحكي لي انه الانفايرومنتال فاكتورز ممكن يكونوا فيروسز اللي هو الكوكساكي، المامبس، الروبيلا. هدول الفيروس ممكن يعملوا بالجسم اوتو اميون ديزيز، بصير في اوتو انتي بودي بيحطموا البيتا سيل. ممكن كمان عن طريق النيوترينتس اللي هو الكاو ميلك، حليب البقر. لما البيبيز بياخدوا كاو ميلك بياخدوا حليب بقر. هلا بدنا نعرف انه الانسولين اللي موجود بحليب البقر بيشابه الانسولين اللي موجود عند الانسان، فممكن هاد الكاو يكون عنده انتي بوديز ضد الانسولين تبعه، فلما اخده البيبي لما شرب الحليب هاد والانسولين مشابه له صار عنده اوتو انتي بودي، فبتهاجم البيتا سيل وبصير ديستركشن لها ويبطل في انسولين. تقريبا هون بعيد الحكي اللي حكيناه انه بصير في عندي بيتا سيل ديستركشن، بتعمل اوتو اميون بروسيس، عمليات الامراض المناعيه، بيكون بالتشايلد هود بالايرلي ادلت هود. نسبه التايب 1 هاد من حالات السكري، امراض السكري كامله 10%. كمان الجينيتيكالي سسبيتابل انديفيدجوال تو ان انفايرومنتال ايجنت، انه معرضين لانه للعامل الوراثي والبيئه حكينا تايب 1.
بس العامل الوراثي بالتايب 2 أقوى، بيكون الاستعداد الجيني للتايب 2 أقوى من التايب 1. هلا راح نشوف ليه قدام. هون auto reactive T cell promote autoimmune disease through a variety of mechanisms، بيشرح لي آلية الأوتوأميون كيف بتصير عن طريق التي سيلز، كيف بتساهم التي سيل بأمراض المناعة الذاتية بآليات مختلفة. عندي CD8 markers cytotoxic T cells may directly attack cells، اللي هي نوع من خلايا الليمفوسايت، اللي هي الخلايا المناعية. هاي التي سيلز بتهاجم مباشرة الخلايا البيتا سيلز. هاي الرسمة بتوضح لي خلايا البنكرياس، انه في ثلاث انواع من الخلايا بالبنكرياس، الالفا البيتا الجاما. الالفا اللي هي بتفرز الجلوكاجون، البيتا الانسولين، والجاما السوماتوستاتين. الانسولين ديبندنت دايابيتس بالانسولين بالسكري عفوا بالسكري المعتمد على الانسولين اللي هو تايب 1، التي سيل هاي بتهاجم البيتا سيل وبتقتلها. هاي البيتا سيل قتلتها، فلما قتلتها هون ما ضل في بيتا سيل، يعني ما في إفراز للإنسولين، بس اللي حواليها الخلايا اللي حواليها ما بيتأثر، بيقولي إنه عادي بيضلوا يفرزوا الجلوكاجون، بيضل ينفرز والسوماتوستاتين طبعا تحت ظروف معينة. السيتوتوكسيك حكينا إنه بتتعرف على السيلف أنتيجينز on the surface of بيتا سيل، بتحطمها، بتعمل لها لايسز، بتموت البيتا سيل هاي، وبتأدي إنه يصير deficient insulin production. طيب هلا بدنا نيجي نحكي عن دايبيتس ميليتس تايب 2. حكينا عن تايب 1 انه بيكون الشخص عنده ديفيشنسي بالانسولين نتيجه البيتا سيل ديستركشن. البيتا سيل ديستركشن نتيجه الاوتو اميون ديزيز. الاوتو اميون ديزيز بيكون سببه ممكن يكون وراثي، ممكن يكون انفايرومنتال. حكينا انه تايب 1 نسبته 10% من الدايبيتس ميليتس كامل، شائع اكثر بالتشايلدهود وبالمراهقين. هلا بنيجي نحكي عن تايب 2 هايبرجلايسيميا، كمان ناتج عن انه يكون عند الشخص ريزيستنس تو انسولين. حكينا مع الانسولين سكريتوري ديفكت، يعني عنده مشكله بالريزيستنس بالانسولين. هاي عفوا الخلايا بتقاوم استقبال الانسولين او انه ترتبط عليها الانسولين، فبتصير الخلايا للسنسيتيفيتي تو انسولين، الريسبترز اللي موجودين على الخلايا للسنسيتيفيتي تو انسولين. كمان بيكون مشكله بالافراز الانسولين، يعني هون الاكشن ريزيستنس مقصود انه في ديفكت بالاكشن اوف انسولين والانسولين سيكريشن. اما بالتايب 1 بس كان بالسيكريشن المشكله. This resistance results in a relative، بتكون نسبية not an absolute، ليست مطلقة، يعني ما بيكون كامل هذا الريزيستنس والله، لا بتقل حساسية الريسبترز للإنسولين وكمان إنسولين ديفيشنسي. هاي السيلز don't use insulin properly، بتصير الخلايا الجسم ما بتستخدم الإنسولين بشكل صحيح. كمان على لقدام بتصير البنكرياس تفقد القدرة على إنتاج الإنسولين بهذا النوع بالتايب 2، فبتصير تقل الانسولين، بصير يقل شوي شوي. تايب 2 constitutes the majority of the diabetes cases، يعني التايب 2 هو اكثر شيء او هو الشيء الرئيسي بالحالات السكري. most patients in this type are obese، بيكونوا obese سمينين، الناس المعرضين انه يصير عندهم تايب 2 اللي هم الاوبيس. increased percentage of body fat distribution in the abdominal، أكتر شيء منطقة البطن، الناس اللي عندهم يعني فات بمنطقة البطن كتير. and diagnosis for many years and is association with the strong genetic predisposition، يعني ممكن يكون هاد ما بيشخص لمدة سنوات وهاد متعلق بالstrong genetic predisposition، يعني بالعامل الوراثي. هون الاستعداد الجيني بيكون قوي جدا بهذا النوع. كمان المريض بتزيد خطورته انه يصير بتزيد تعرضه لهذا المرض بزيادة العمر والأوبيسيتي ولاك أو فيزيكال إكسرسايز، ما بيلعب رياضة بالمرة للأسف. طيب هلأ
characteristics usually include adult honest دائما موجود بالادلت اغلبه شائع بالادلت هاد milder symptoms than in type 1 الاعراض اللي له بتكون اخف من type 1 ketoacidosis seldom occurring كمان الكيتوأسيدوسيس هون نادرة إنها تصير الكيتوأسيدوسيس اللي أنا نحكيها لقدام هي موجودة بتايب 1 أكتر شيء patients are more likely to go into a hyper smaller coma المريضين بهذا التايب 1 بهذا النوع معرضين إنه يصير عندهم كوما إغماء بحالة الهايبوغلايسيميا ينزل الهايبوغلايسيميا ينزل الجلوكوز عفوا يصير هايبوغلايسيميا يعني كتير كمان معرضين انه يصير عندهم macrovascular والmicrovascular complications حكينا انه هو the major بالديابيتس فهو بشكل حوالي 90-95% من حالات الديابيتس هلأ بحكي لي هون انه type 2 diabetes is increasingly being diagnosed in children and adolescents adolescents يعني المراهقين بقلي انه type 2 هلأ صرنا عم نشوف بهاي الحياة اللي عم نعيشها زاد الأكل الغير صحي صرنا عم نشوفه تايب 2 عم نشخصه للأطفال مع أنه هو يعني بشكل عام أو المفروض أن يكون شائع أكتر عند الأدلت بس أما نتيجة الطبيعة اللي عم نعيشها بالحياة هلأ والأكل الغير صحي وعدم ممارسة الرياضة صار يظهر عند الأطفال والمراهقين هلأ هون بقارن لي بهاي الصورة بين type 1 و type 2 type 1 بحكي لي إنه insufficient insulin ما في insulin type 2 بحكي لي إنه insulin resistance يعني هون في عندي مشكلة بالsecretion للإنسولين هون عندي مشكلة بالaction للإنسولين تمام هلأ هون ما في insulin الجلوكوز بيضلوا برا ما بيدخل ما عم يقدر يدخل عن طريق الترانسبورتر لإله ما عم يقدر يدخل على الخلايا فهون نضطر نعطي المريض انسولين مشان يجي على الريسبتورز ومثل ما حكينا تعطي الريسبتورز هاي تعطي إشارة للخلية إنه صنعي لي جلوكوز ترانسبورتر وبعدين يدخل الانسولين هلأ تايب 2 في عندي انسولين وفي عندي كمان ريسبتورز بس المشكلة بالريسبتورز إنه السنسيتيفيتي لإلها قليلة جدا فما عم يدخل كمان الجلوكوز بشكل كافي للخلايا عم بصير مقاومة للأنسولين هاي الصورة مو كتير واضحة بس بتلخص كل الحكي اللي حكينا هلأ منيجي للجزء المهم والأهم الأهم جداً بالشابتر اللي هو Laboratory Signs of Diabetes الفحوصات اللي بنعملها مشان نشوف أو نشخص الديابيتس Laboratory Signs of Diabetes can be derived very easily from the knowledge of insulin effects or the absence of it نشوف تأثير الأنسولين أو غيابه بالمرة الهايبرغلايسيميا جلوكوز is unable to penetrate into cells due to the lack of insulin or insulin resistance لما بتكون في عندي هايبرغلايسيميا حكينا يا بيكون في lack of insulin أو insulin resistance يا بيكون بالهون اللهم صل على سيدنا محمد بالactivity of insulin feed effect أو بالسكرتوري طيب الجلايكوسيوريا ممكن يكون في جلوكوز باليورين الكيتونوميا اللي هو كيتون بالبلود أو الكيتونيوريا ارتفاع الكيتون باليورين هدول رح نعرفهم كمان بالتفصيل بالسلايدات الجاية Laboratory finding in diabetes mellitus tests of urine glucose and ketone bodies as well as whole blood or plasma glucose measured in samples obtained under basal condition and after glucose administrations are very important in evaluation of the diabetic patients يعني بحكي لي ان الفحوصات اللي بنفحص فيها الجلوكوز يا اما يورين اليورين جلوكوز الجلوكوز موجود باليورين يا اما الكيتون بوديز نفحص الكيتون بوديز موجود بالبلد او البلازما الدم كامل يعني هول بلد او بس بالبلازما هدول السامبلز بناخذهم من المريض تحت بيزر كونديشن
تحت يعني شيء إشراف معين. And after glucose and administration are very important. كمان إنه لازم ناخد بعين الاعتبار إنه إذا المريض الديابيتك عم ياخد medication أو لا. اليورين أناليسز اللي هو الفحوصات اللي بنعملها باليورين مشان نكشف عن الديابيتس. الجلايكوز يوريا اللي هو وجود الجلوكوز باليورين. أول شيء بدنا نعرف إنه الجلوكوز بصير له ري أبزوربشن بالرينال تبيولر اللي هما الأنابيب الكلوية. تمام. هلا لما يوصل الجلوكوز الكونسنتريشن اوف جلوكوز بالبلازما او يتجاوز ال180 حكينا ال180 اللي هي الماكسيمم للجلوكوز بالدم. تمام. هلا لما يتجاوز هذا الرقم يرتفع اكثر من 180 بكتير الرينال تبيولر هدول بصير لهم تشبع بيتشبعوا بالجلوكوز الرينال tubular. When the renal threshold of glucose is exceeded, the offer of glucose to renal proximal tubular cells exceeds their maximum absorptive capacity. يعني بتتجاوز قدرة الرينال تبيولر هدول على امتصاص الجلوكوز. فشو بصير يعمل الجلوكوز هاد ببطل يصير له reabsorption بشكل تام بالرينال تبيولر فبصير يروح بشكل نهائي باليورين. هاد نتيجة ارتفاع الجلوكوز بالدم. فنحن هون نكشف انه المريض ممكن يكون عنده ديابيتس. الكيتونيميا and كيتونيوريا اللي هو وجود الكيتون بادز بالبلد الكيتونيميا والكيتونيوريا وجود الكيتون بادز باليورين. هلأ في شي لازم نعرفه انه بتايب 1 خليني اكتب لكم اياها هون وين المحاية في type 1 بيكون في عندي absence of insulin حكينا. تمام. absence of insulin وكمان بيكون في عندي excess of glucagon. تمام. يعني الانسولين بيكون منخفض وبيكون في عندي excess of glucagon. شو ما كان لازم نجمع الخط. طيب هلا نتيجة انه انخفاض الانسولين ارتفاع الجلوكوز بيكون في كتير جلوكوز بالدم هاد وين بتايب 1. طيب هلا الجلوكوجون حكينا هو من الهرمونات اللي بتعمل استيميوليت. تمام. بتعمل استيميوليت لمين للجلوكونيوجينيسز وللجلوكونيوجينيسز اللي هي تصنيع سكر من مصادر غير كربونية ولللايبولايسز. أنا اللي بهمني هون اللايبولايسز. تمام. يعني بيحلل الليبيد مشان يطلع لي ATP لأنه ما في أنسولين يدخل الجلوكوز على الخلايا فأنا بلجأ للجلوكاجون إنه يعمل استيميليشن للايبولايسز مشان أطلع ATP. هلأ نتيجة كمان اللايبولايسز هاد بيطلع عندي شيء اسمه الكيتون باديز اللي هم الكيتونز. تمام. هدول الكيتونز هم ناتج نهائي من الليبيدز بيروحوا على نتيجة من الفاتي أسيد ما بيروحوا على الليفر. طيب خلينا نكمل عفوا أنا خربطت هون. حكينا الليبولايسز بصير تحطيم للليبيدز فنتيجة الليبيدز هاي الليبولايسز بيطلع عندي الكيتونز فبيرتفع الكيتون بادي باليورين وبالبلد. خلينا نحكي هون نقرأ cells lack glucose. ما في glucose so they have to get energy by cleaving fats. ما في glucose ما في انسولين يدخل الجلوكوز اصلا بتايب 1 خاصه بتايب 1 فانه بيروح الجسم مشان ياخذ انرجي على الفاتس على الليبيدز او الفاتي اسيدز بحطمهم which the human body is unable to burn completely without concurrent metabolism of glucose. This results in the production of ketone bodies. ناتج لهذا بينتج عندي الكيتون بوديز اللي هم بيتكونوا من ثلاثة. الكيتون بوديز هدول بيكون مجتمعين بثلاث شغلات الأسيتو أسيتك أسيد البيتا هيدروكسي بيوتريك أسيد والأسيتون. هدول الحموض الثلاثة بيسببوا لي شيء اسمه الميتابوليك كيتو أسيدوسز وهذا الكيتو أسيدوسز بيكون شائع أكتر شيء بتايب
1 لأنه تايب 2 بيكون في عندي انسولين بس ما بيكون في جلوكوز، فما بحتاج اني اعمل فاتي اسيدز بيرنج يعني حرق او كليفج للفات او للفاتي اسيدز، او ما بحتاج اني اعمل لايبولايسز لانه اصلا في انسولين بس ما في جلوكاجون. فالكيتو اسيتوسيس هي حالة شائعة اكتر شيء بالتايب 1، هذا مهم نعرفه. طيب هاي الرسمة بتوضح لي الرينال ثري شولد اللي هو حكينا في حد معين للرينال تيبيولر لأنها تعمل ريابزورشن للجلوكوز، وبيوضح لي إنه كيف الجلوكوز بيكون موجود باليورين. بالنورمال فاستنج المفروض إنه يكون الجلوكوز نسبته تقريبا 100، النورمال أفتر ميل بعد الوجبات المفروض إنه يكون هون تقريبا 140، بالدايبيتس مليتس بيكون فوق 250 يعني كتير كتير عالي. فهون لما الجلوكوز هاي فهون الجلوكوز بتتجاوز نتيجة إن الجلوكوز كتير عالي بالبلازما، الرينال تيبيولر بتبطل تقدر إنها تعمل ريابزوربشن منيح، فبتتجاوز الثري شولد، فبصير الجلوكوز ما يدخل للجسم، بصير يطلع كمان برا اليورين كتير كتير عالي. هون بحالة النورمال أبنورمال، هون أبنورمال لو حالات معينة تانية. هلأ هون لساتنا باليورين أناليسز، بنيجي لشيء اسمه فحص المايكرو ألبومين يوريا، وجود الألبومين باليورين is a term to describe of a moderate increase in the level of urine albumin، أو موجود الألبومين باليورين. هلأ الألبومين يعني بيكون باليورين بس بنسبة محددة ضمن النورمال رينج، أما في حال ارتفاعه بصير اسمه مايكرو ألبومين يورين، مايكرو ألبومين يوريا عفوا. It occurs when the kidney leaks small amounts of albumin into the urine، لما الكدني هاي بتصير تسرب كميات قليلة من الألبومين على اليورين. هلا حكينا انه من اللونج تيرم افكت للديابيتس انه يصير رينال نيفروباثي، وهون بسبب الرينال نيفروباثي هاد او ابنورمال بالكدني صار يطلع الألبومين صارت تتسرب من الكدني لليورين. In other words when an abnormally high permeability صارت النفاذية عالية للألبومين من بالجلوميرولاس of the kidney occurs. Normally the kidneys filter albumin، بشكل طبيعي لازم الكدني تفلتر هذا الألبومين وترجعه على الدم. So if albumin is found in the urine then it is a marker of kidney disease، بيكون هو مؤشر انه يكون في مرض بالكدني. The microalbuminuria test is used for early prediction of diabetic nephropathy and diabetes، هو مؤشر مبكر انه يكون المريض عنده diabetes. هلا الناس اللي عندهم diabetes لازم يعملوا الكدني التستد for diabetic kidney disease سنويا، يعني بتايب 1 لازم يعملوا هذا الفحص كل 5 سنين، بتايب 2 لازم يعملوه سنويا كأنه بتايب 2 لازم ينعمل سنويا immediately after diagnosis in the case. Diabetes mellitus causes progressive changes into the kidneys and ultimately results in diabetic renal nephropathy، بسبب تقدم المرض وبيكون long term حكينا بصير في تغيرات بالكدني. These complications progresses over years لمدة سنوات and may be delayed by aggressive glycemic control، أو ممكن أنه يتأخر كمان أكتر. هذا الشيء بيعتمد على الكنترول تبع الجلوكوز اللي بيعتمده المريض. An early sign that nephropathy is occurring is an increase in urinary albumin. Microalbumin measurements are useful to assist in diagnosis to at an early stage. الميكروألبومين قياسات لما بقيس الألبومين أنا بشخص لي المراحل المبكرة أو ما قبل التطور البروتين يوريا and before the development of protein urea. An annual assessment of kidney function by the determination of urinary albumin excretion لازم ينعمل أن سنويا للمرضى اللي حكينا لمرضى الديابيتس.
هلأ هاي الفقرة صراحة أنا ما فهمتها، يعني أو الدكتور شو بده بالضبط منها ما عرفت، بس إنه في علاقة بين الألبومين والكرياتينين أو نسبة موجودة بالبول، ما بعرف شو بالضبط يعني شو هي، إن شاء الله ما تكون مهمة. هلأ البلد جلوكوز تيستينج، نشوف الفحوصات اللي بنعملها بالبلد. أول واحد الفاستينج بلد شوغر، بيقيس لي السكر بعد الصيام لمدة 8 ساعات تقريبا، وهذا بعمله لأعمل تشيك فور دايابيتس، يعني هو تقريبا الفحص الأول اللي بعمله مشان أتأكد في سكري ولا لا. الفحص الثاني 2 hour post prandial blood sugar measures blood glucose exactly 2 hours after eating a meal، يعني هاد بعمله لأحدد جرعة الدواء اللي بدي أعطيها للطبيب للمريض عفوا. بقيس السكري بعد ما يأكل وجبة، طبعا يعني وجبة معقولة مو إنه الله يأكل شيء دسم كتير، بعد ما يأكل الوجبة بساعتين بقيس السكري، أنا بقيس السكر بالدم. الثالث اللي هو الراندوم، بغض النظر بأي وقت بشكل عشوائي بقيس السكر بأي وقت باليوم. Random testing is useful because glucose levels in healthy people don't vary widely throughout the day. هلأ هاد بفيدني إنه الجلوكوز، نسبة الجلوكوز بالhealthy people بالناس اللي ما معهم diabetes لازم ما تكون كتير widely كتير، يعني كتير في نسبة سكر بالدم. Blood glucose levels that vary widely may indicate a problem. لما بتكون كتير عالية معناته في مشكلة. This test is also called a casual blood glucose test، اللي هو يعني الفحص العفوي للجلوكوز بيسموه. هلا بنيجي للفحص الرابع اللي هو oral glucose tolerance test. هاد بقيس قدرة الجسم على استهلاك الجلوكوز. لمين بستخدمه؟ مشان أعمل diagnosis لبري diabetes and diabetes. كمان بحكي لي هون إنه خلال الحمل gestational diabetes، وهذا الفحص مو كتير شائع يعني للناس اللي عندها diabetes. طيب كيف بعمله؟ الشخص اللي بدي أعمل له الفحص، أول شيء بقيس السكر عنده قبل ما أعطي أي شيء، طبعا كمان بيكون هو fasting. بعدين بعطيه مشروب فيه حوالي 75 جرام من الجلوكوز، وبصير أقيس له السكر يعني بحط وقت كل ساعة أو كل نص ساعة، وبعمل كيرف بصير أحط الوقت ونسبة السكر بالدم، وبشوف كيف الجسم عم يستهلك الجلوكوز. هلأ منيجي الفحص الـ HbA1c اللي هو الجلايكوسيليتد هيموغلوبين. هلأ الهيموغلوبين لما بتبلش تتكون، الهيموغلوبين لما بلش يتكون هو بروتين طبعا، الهيموغلوبين بداخل الـ RBCs، هاي الـ RBCs ببلش الجلوكوز تمام، يرتبط بالهيموغلوبين بالأمينو أسيد تبع الهيموغلوبين. ف هلأ أنا بصير أقيس الجلوكوز المرتبط بالهيموغلوبين طول مدة حياة الـ RBCs اللي هو 120 يوم تقريبا من شهرين لثلاثة. فبحكي لي هون إنه هو indicator of the blood glucose concentration over a longer period of time than either a single blood glucose measurement، عدا single blood glucose اللي أخذناهم، which reflects the glucose concentration at the time of blood collection. اللي أخذناهم كلهم هدول blood glucose measurement، ال OGTT اللي هو الأورال والفاستينج والتو أور والراندوم، هدول كلهم بنفس الوقت أنا عم قيس السكر بالدم. أما هاد لا، هذا بيختلف، أنا عم قيس السكر خلال 120 يوم، خلال تكون خلال حياة RBCs كاملة خلال 120 يوم. A glycohemoglobin test indicates how well diabetes has been controlled in the 2 to 3 months before the test. يعني هون بيكشف للمريض عم يتحكم منيح بغذائه ولا لا. طيب
The A1C level is directly related to complications from diabetes. كل ما زاد الـ A1C بالمستوى بالجسم معناته هذا بيتعلق انه في مشاكل للديابيتس للمرضى، وكل ما قل معناته lower the risk، بيقل الخطورة. النورمال فاليو صراحة أنا سألت الدكتور شو الفرق يعني بين هاد وهاد، اللي ما جاوبني فورا، اللي بشوف لك شو هو بعدين بجاوبك، فما بعرف شو الفرق والله، بس يعني تقريبا نسب متقاربة انه بين 4.5 تقريبا 7.5، خلينا نحكي هيك بيكون نورمال، او حتى لا اظن انه لا ما لازم يكون لحد 7.5، هذا الاصح اللي نحن بنعتمده اتوقع، يعني ما بعرف شو الفرق صراحة، يعني ان شاء الله مسأل الدكتور عنها. طيب منكمل بال HbA1c، هون بده يحكي لي انه هو هذا the most commonly detected glycosylated hemoglobin، هو أكتر شيء شائع مشان أقيس الجلوكوز المرتبط بالهيموغلوبين، is a glucose molecule attached to one or both N-terminal valines. يعني الجلوكوز بيرتبط ب N-terminal valines بوحدة أو بتنتين من البوليبيبتايد تبع الهيموغلوبين. طيب HbA1c is a more reliable method of monitoring long-term diabetes control than random plasma، هو أكتر طريقة بينوثق فيها لمراقبة المريض، مشان أراقب المريض حكينا على المدى الطويل. هلأ منيجي لفحص جديد اسمه C-peptide test. طيب خلينا نعرف أول شيء شو هي C-peptide test. هي substance short chain of amino acid، سلسلة قصيرة من الأمينو أسيد، released into the blood as a byproduct of the formation of insulin، بتخرج للجسم كهي كباي برودكت لتكوين الأنسولين من البنكرياس طبعا. This test measures the amount of C-peptide in blood or urine sample، هذا C-peptide بيقيس لي كمية C-peptide الموجودة بالدم أو باليورين. طب خلينا نشوف شكله هون على هاي الرسمة يمكن توضح الصورة أكتر. هون عندي هاد البرو أنسولين، تمام؟ هاد السيبيبتايد شبهناها إنه السيبيبتايد مثل الغطاء للبرو أنسولين، يعني هي لما بيرتبط السيبيبتايد بالبرو أنسولين، هلأ البرو أنسولين دي أكتيفيت، تمام؟ دي أكتيف. أما لما بيرتبط فيها السيبيبتايد هاد بالبرو أنسولين بتصير أكتيف. وكمان في شغلة لازم نعرفها إنه الإنسولين، عفواً السيبيبتايد هو more stable than insulin، هو أكتر ثباتية من الإنسولين. خلينا نكمل. A high level of C-peptide generally indicates a high level of endogenous insulin production، لأنه السيبيبتايد والإنسولين بينفرزوا من البنكرياس بنفس النسبة، بينفرزوا بالجسم بنفس الراتيو. فلما بيرتفع السيبيبتايد سواء باليورين أو بالبلود بيأشر إنه في high level من الإنسولين عم يتصنع بالجسم. This may be in response to a high blood glucose. هاد مو إنه أشر لي إنه في ارتفاع بالإنسولين، معناته هاد رد فعل للجسم إنه في عندي glucose high blood glucose بسبب يا أما بأخذ الجلوكوز أو بالإنسولين ريزيستنس، وبالغالب إنه يكون إنسولين ريزيستنس. A high level of C-peptide is also seen with insulinoma، ممكن نشوفه بالإنسولينوما اللي هو الكانسر بالبيتاس البنكرياس، بصير في تضخم فيها فبتصير تفرز لي كتير إنسولين وC-peptide، and may be seen with low blood potassium، كمان بالناس اللي عندهم بوتاسيوم قليل وبالكوشنج سيندروم اللي هو له علاقة بالكورتيزول وبالرينال فيلر. طبعا هاد نرجع للآليات للميكانيزم مشان نعرف بالضبط شو العلاقة، بس مو مطلوب منا يعني نعرف كل شيء بالتفصيل الممل، بس انه نعرف بالناس اللي عندهم لو بوتاسيوم بالكوشنج سيندروم بالرينال فيلر وبالإنسولينوما ممكن نشوف السي بيبتايد عالي.
when used for monitoring decreasing level of C-peptide in someone with an insulinoma indicate a response to treatment. يعني السيببتايد هاد بستخدمه كتيومر ماركر للناس اللي عندهم انسولينوما، بشوف انه بقيس السيببتايد لإلهم. Levels that are increasing may indicate a tumor recurrent. يعني لما بيرجع بيرتفع السيببتايد معناته التيومر رجع. فأنا بشوف الريسبونس للتريتمنت للناس اللي عندهم انسيلينوما كانسر بالبيتا سيل، تمام، بياخدوا تريتمنت، فبشوف مدى فعالية التريتمنت هاد. هلأ إذا كان التريتمنت عم يشتغل صح على البيتا سيل وراح الكانسر، معناته السي بيبتايد المفروض تقل. أما إذا رجع الكانسر معناته السي بيبتايد راح تكون هاي ليفل، تمام. A low level of C-peptide is associated with a low level of insulin production. يعني this can occur when insufficient insulin is being produced by the beta cells. بحكي لي أنه C-peptide إذا كانت واطية معناته لازم يكون الإنسولين كمان واطي منخفض. This can occur when insufficient insulin هاد إمتى بيكون؟ لما بتكون البيتا سيل ما عم تعطي إنسولين بشكل كافي للجسم. With diabetes for example، بالأشخاص اللي بيعانوا من الديابيتس أو بالناس اللي عم بيتعالجوا أو اللي عم ياخدوا جرعات من الإنسولين بتايب 2، هاي الجملة بتتعلق بتايب 2 ديابيتس، تمام. الناس اللي عم ياخدوا أكسجينس إنسولين خارجي فبيعمل سبريسد للسي بيبتايد وللإنسولين كمان الطبيعي، لأنه الناس التايب 2 ديابيتس لسنين لقدام كمان إذا ضل معهم المرض رح تقل، عفوا رح يصيروا يحتاجوا ياخدوا إنسولين، رح تقل الإنسولين بدمهم كتير ورح يصيروا ياخدوا جرعات من الإنسولين. فلما صاروا ياخدوا جرعات من الإنسولين رح يعمل هاد الإنسولين الإكسوجينس المصنع الخارجي رح يعمل سبريشن للسي بيبتايد. كمان لازم نعرف إنه السي بيبتايد بيقيس لي بيحدد لي الشيء الطبيعي المفرز من الجسم. أما لما بقيس الإنسولين فحص الإنسولين رح يقرأ لي الاثنين، الإنسولين الإكسوجينس والإندوجينس. أما السي بيبتايد مين بس؟ الإندوجينس. طيب هلأ منيجي للإنسولين. إنسولين is a hormone produced and stored in the beta cells of the pancreas. كله إعادة للحكي اللي قلناه. Secreted in response to elevated blood glucose. بيرتفع كرد فعل لارتفاع الجلوكوز بالبلد. Following amine and is vital for the transportation and the storage of glucose. طيب لنقل الجلوكوز ولتخزينه. The body's main source of energy اللي هو الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للإنرجي. Insulin helps transport glucose from the blood to within cells, helping regulate blood glucose levels and has a role in lipid metabolism. لما حكينا عن lipogenesis إنه الإنسولين بيعمل activation lipogenesis بالadipose tissue. This test measures the amount of insulin in the blood. ففحص لما أنا بعمل insulin test هذا بقيس لي كمية الإنسولين بالدم. Insulin and glucose blood levels must be in balance. لازم يكون الإنسولين ومستوى الجلوكوز بالدم بيكون balance متوازن. After a meal بعد الوجبة carbohydrates هاي بتتحطم لجلوكوز و other simple sugars سكروز أو فركتوز وإلى آخره. These are absorbed into the blood بيمتص إلى blood causing blood glucose level rise. بعد الوجبة الطعام بيتحطم الكربوهيدرات للجلوكوز فالجلوكوز بيرتفع بالدم، فهذا الشيء بيحفز البنكرياس على إفراز الإنسولين. فالجلوكوز moves into cells بتسهيل من الإنسولين بيدخل الجلوكوز للخلايا. The level in the blood decreases بيصير بينقص
وريليز بالانسولين كمان الريليز للانسولين من البنكرياس كمان بينقص مع نقصان الجلوكوز بالدم. انسولين تيستينج may be used to help. هلا فحص الانسولين بيساعدني على الدياجنوز ان انسولينوما، حكينا انه كتيومر ماركر، بشوف انه لساته التيومر او لا، وكمان براقب انه رح يرجع او لا لا سمح الله. انه diagnose the cause of hypoglycemia، كمان للناس اللي عندهم هايبوغلايسيميا بشخص بحاول اعرف شو السبب. هلا بانخفاض السكر بالدم، هاي الكيرف مثلا بانخفاض السكر، هلا نبلش من اول. هلا صار في وجبه ارتفع الجلوكوز بالدم هيك، وصار بعدين بينخفض. هلا لما ارتفع الجلوكوز بالدم المفروض هيك يكون الكيرف، المفروض كمان الانسولين يرتفع معه. طيب صار يدخل كمان الانسولين، صار يدخل الجلوكوز على الخلايا، المفروض هلا ينزل بنقصان الجلوكوز لازم ينخفض الانسولين. هلا بحاله الهايبوغلايسيميا نزل الجلوكوز وما عم ينزل الانسولين، بقيس انا الانسولين مثلا وما عم ينزل، كانت نتيجه التست انه عالي الانسولين، فبشخص انه يمكن في مشكله بالبيتا سيل للبنكرياس. ايدنتيفاي انسولين ريزيستنس، كمان بحالات الانسولين ريزيستنس بقيس الانسولين، بيكون هون الانسولين عالي. Monitor the amount of insulin produced by the beta cells in the pancreas endogenous. بيقيس لي الانسولين اللي ينتج من البيتا سيلز endogenous داخليا مو exogenous. In this case a C-peptide test may also be done. كمان يعني بعمل C-peptide test والانسولين test مع سوا، فهدول لازم ينفرزوا من بالجسم بنفس الريت. طيب هدول الفحصين بينطلبوا بيطلبهم الدكتور ليعمل to evaluate how much insulin in the blood is made by the body and how much is from outside of the body and صح is from outside exogenous sources such as insulin injection. يعني بالناس اللي عندهم diabetes وعم ياخدوا insulin، أنا الدكتور بيطلب C-peptide وبيطلب الانسولين. تمام هلا الانسولين رح يقيس لي الاندوجينوس المصنع بالجسم من البيتا سيل والاكسوجينوس اللي عم ياخده المريض، اما السيبيبتايد بس رح يقيس لي الاندوجينوس. فانا بطرح هاد من هاد وبعرف شو نسبة كل واحد بالضبط. The test for insulin measures insulin from both sources while the C-peptide test reflects insulin produced by the pancreas. يعني بحكي لي انه C-peptide بس بقيس لي الانسولين المصنع من البنكرياس، اما حكينا الانسولين رح يقيس لي both sources الاندوجينوس والاكسوجينوس. هلا امتى بنعطي الانسولين للمرضى؟ بحالة الديابيتك تايب 2 حكينا على المدى البعيد ببلشوا ياخدوا انسولين، يعني بيدعم الاورال ميديكيشن اللي كانوا ياخدوه من اول المرض تبع التايب 2. كمان بيحدد determine and monitor the success of an islet cell transplant. للناس اللي عملنا لهم ترانسبلانتيشن للبيتا سيل البنكرياس، فأنا مشان أعيد قدرة البيتا سيل اللي زرعتهم على يصنعوا الأنسولين لازم أعطيه جرعات من الأنسولين، طبعا تحت إشراف الدكتور، وأول شي بيكون بكميات قليلة وبعدين بصير أزيد شوي شوي. فأنا هون مشان أعيد حكينا قدرة البيتا سيل لتصنع الأنسولين. فكمان بفحص الأنسولين by measuring the insulin producing capacity of the transplant، مشان بعد ما أعطيته جرعات هاي وصارت البيتا سيل اللي زرعنا له إياها قادرة على إنها تصنع الأنسولين، برجع بعد فترة بقيس الأنسولين هاد وبشوف قدرتها، قدرة الخلايا اللي زرعناها على إنتاج الأنسولين. ممكن فحص الانسولين هاد ينطلب مع الجلوكوز ومع السيبيبتايد مشان انا احدد بالضبط
شو عنده المريض أو شو حالته. Insulin levels are also sometimes used to in conjunction with the glucose tolerance test. تمام؟ بطلبوا مع glucose tolerance test مع C-peptide. In this situation, blood glucose and insulin levels are measured at pre-established time, يعني بفترات زمنية محددة مسبقا طبعا من قبل الطبيب. وبقيم الانسولين ريزيستنس، فأنا بجيب بعمل فحص مثلا الانسولين، بعمل له كيرف، وفحص الجلوكوز بعمل كيرف، وفحص السي بيبتايد وبعمل كيرف، وبصير أشوف شو عم بصير بالفحص، وبرسم الكيرفات هاي مثلا هيك وهيك وهيك، وبقارن بيناتهم مشان أقيم شو حالة المريض بالضبط. طيب هلأ منيجي للموضوع الأخير تقريبا بالشابتر اللي هو الأوتو أنتيبادي تيست، فحص الأوتو أنتيبادي. هلأ حكينا الأوتو أنتيبادي اللي هي ناتجة اللي هو من الأوتو أميون ديزيز، من الأمراض المناعية اللي بتعمل ديفكت للبيتا سيل. تايب 1 ديابيتس ميليتس is an autoimmune disease، هو من الأوتوأميون ديزيز، caused by بيتا سيل destruction، بتحطم البيتا سيل عن طريق السيتوتوكسيك تي من الليمفوسايت. In addition, different types of diabetes association autoantibodies can be demonstrated in the blood serum of these patients. يعني الأوتو أنتيبوديز هدول بيظهروا بالبلد سيرم تبع البيشنت بحالة الديابيتس. 1 طبعا the effect of cytotoxic أو بأنواع مختلفة كمان من الديابيتس غير الون، بس كمان موتو. The effect of cytotoxic lymphocyte is very adequately compared to fire. هون الدكتور بشبه لنا إنه cytotoxic lymphocyte هاي T lymphocyte كأنها هي النار اللي عم تحرق مين البيتا سيل، والأوتو أنتيبوديز هم الدخان اللي عم يطلع. الأوتو أنتيبوديز هدول هم الدخان بس which is produced by fire، اللي ناتجة من النار اللي عم تحرق البيتا سيل. By fire but doesn't have destructive effects itself، بس هاي النار ما عم تحرق نفسها، يعني هي هاي النار ما عم تحرق الليمفوسايت ولا عم تحرق الأوتو أنتيبوديز. أوتو أنتيبوديز can be demonstrated months to years before the onset of clinical symptoms. يعني الأوتو أنتيبوديز هدول ممكن إنهم يظهروا بالسيرم للبيشنت قبل ظهور السيمبتومز بشهور أو سنين. أكثر من 80-90% من البيتا سيلز لازم يتدمروا ليصير في عندي insulin production low solo to induce symptoms of diabetes. يعني بعد ما يتدمروا 80-90% من البيتا سيلز ليصير يبلش يظهر أعراض الديابيتس، ففحص الأوتو أنتيبوديز بقدر أكشف عن الديابيتس قبل ما يكون قاضي كتير على البيتا سيل. أوتو أنتيبوديز often fade away as diabetes proceeds. الأوتو أنتيبودي هاي بتصير تتلاشى تقريبا مع تقدم المرض، يعني بعد ما تكون مخلصة بشكل نهائي على البيتا سيل. بهاي السلايدة بحكي لي عن الفحوص اللي بتتعلق بالأوتو أنتيبوديز بالديابيتس ميليتس 1. الايزليت سيلز اوتو انتيبوديز، الانسولين اوتو انتيبوديز، الجلوتاميك اسيد، ديكسا روبوكسيليز اوتو انتيبوديز، يعني اوتو انتيبوديز ضد هذا الانزيم، انسولينوما تو اسوشييتد اوتو انتيبوديز، الزنك ترانسبورتر 8 بروتين ايزليت اوتو انتيبوديز، يعني اوتو انتيبوديز ضد هذا البروتين او الناقل البروتيني. طيب هون صورة بالفلوريسنت مايكروسكوب بتبين لي كيف الأوتو أنتيبوديز الأيزلت سيل أوتو أنتيبوديز بالضبط. راح نبلش بالفحص الأول، مبلا الفحص الأول من الأوتو أنتيبوديز are markers that appear when insulin producing beta cells in pancreas are damaged.
هدول بيظهروا لما البيتا سيل البنكرياس بيتدمره. They can be detected a long time before beta cells are completely destroyed. ممكن اني اكشف قبل ما انه البيتا سيلز تتدمر على الاخير. بقدر اكشف انه في اوتو انتي بوديز عن طريق الايزليت سيل اوتو انتي بوديز. طيب هلا هون بيقول لي لما بدي اعمل الانسولين اوتو انتي بوديز لمريض تايب 1 ديابيتس كيف لازم اعمله. The presence of autoantibodies against insulin in patients with diabetes mellitus indicates the presence of autoimmune type 1 diabetes. هذا الحكي بنعرفه انه في عندي autoantibodies ضد الانسولين. هذا المريض سكري ومن النوع الاول. It is advised بينصحه انه نعمل هذا الفحص الـ IAA اللي هو Insulin Auto Antibodies قبل ما انه يبلش ياخد الديابيتس لتكون النتيجة دقيقة وصالحة valid، يعني انها تكون النتيجة صح. لازم المريض يكون مانو ماخد انسولين لمدة اسبوع. تمام. هلا يعني بالمختصر انه مرضى التايب 1 بياخذوا انسولين، فانا بدي اقيس الاوتو انتي بوديز لهم. لازم يوقفوا اخذ الانسولين لمده اسبوع لاقدر اخذ النتيجه صح، او انه ما اعطيهم انسولين لهدول تشخصوا انهم تايب 1، ما اعطيهم انسولين قبل ما اعرف نتيجه الاي اي اي. Prediction of type 1 diabetes. Autoantibodies against insulin is an symptomatic individual places the subject at increased risk for the development of type 1 diabetes. إنه لما بيكون في autoantibodies هاد بيزيد الخطورة من إنه يصير عندهم type 1 diabetes. بس آخر سلايدة واللي هي بتحكينا عن الجلوتاميك أسيد ديكسو ريبوكسيليز autoantibodies اللي هو أتو أنتيبوديز ضد هذا الإنزيم. أنتيبوديز تو جلوتاميك أسيد دي كاربوكسيليز أنتيبوديز ضد هذا الإنزيم are reliable serological markers of insulin dependent diabetes mellitus. يعني هو هذا ماركر فحص بعمله serological يعني بالسيرم بعمله للأشخاص اللي معهم ديابيتس من النوع الأول. Antibodies GAD اختصاره is high titer associated with the stiff person syndrome 60% sensitivity. اللي هو الناس اللي بيكون عندهم هاد الانتيبوديز اللي ضد الانزيم هاد بتكون عندهم الهاي تايتر بيكون له علاقة بالستيف اللي هو التصلب مرض او متلازمة التصلب. A rare neurological disease characterized by muscle rigidity and spasms. بصير في تشنجات وقساوة بالمسلز. وهيك منكون خلصنا الفيديو وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح. يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله.